حاجة التانية، مصر فيها 8% من عدد سكانها ال 100 مليون يمتلك فوق ال 25 مليون جنيه. أنا لا عاوز أفرض ضريبة، ولا أنا ضد إن هو واحد يجي يتبرع ومعونة ومصر حبيبتنا، ده كلام فارغ والكلام ده كلام فارغ. إنما أنا عاوز 1%، أنا عاوز مليون بني آدم موجودين، كل واحد يحط لي مليون في البنك لمدة 5 سنين بدون فايدة، وآخر ال 5 سنين هدهم. هيقول لي طب ما أنا اتبرعت بالفايدة، أقول له لا. الجنيه النهاردة الدولار ب7 جنيه، انا نهاية ال 5 سنين مطالب ان انا اسلمك الدولار ب5.5 جنيه، لان هعدل الاقتصاد. التريليون جنيه مع مجموعة من الشركات ومجموعة من الاراضي اللي عند الحكومة اسدد الدين الداخلي كله بالكامل للبنوك، يبقى انا عندي 238 مليار جنيه سنويا بيخشوا جيب الحكومة بدل ما كانت بتخرجه. هو ده اللي عجز الموازنة العامة للدولة، ابقى انا قضيت عليه وسلمت الناس وشغلت جزء. هو دي افكار خارج الصندوق. انا النهارده اللي عندي ان احنا قاعدين، عندي عجز استلف من اخويا ولا من الخارج؟ طب انت راجل عبيط والله بقى. ما انت يعني النهارده استلف من جوه، دي من ضمنها الطباعه يعني. هل المواطن ممكن يساهم؟ يعني احنا كل الكلام النهارده عن الحكومه وتقصير، انا عايزه بس يعني هل لي دور؟ طبعا لي دور. هدي لحضرتك حاجة، أنا النهاردة رفعت العقوبة اعتبارا من قوانين يوليو الاشتراكية. خليني نتكلم بمنتهى الصراحة، وأنا معروف إن أنا راجل أميل للاشتراكية شوية، إنما أنا رفعت العقوبة عنه، بقت عقوبة مرفوعة. هاتيلي النهاردة وزير يستطيع إنه يعاقب ساعي، مش موظف، ساعي لا يستطيع. قوانين لا أنا بقول لك كده، الراجل كنت إيدي في الحكومة فاهم، القوانين لا تعطي له ذلك، مش كده؟ طب هم بيعاقبوا في الموظفين يا دكتور صلاح؟ مفيش كلام من ده، بس خدي مني انا. طيب. من امن العقوبه اساء الادب. مش كده؟ انا عندي عدد موظفين الدوله 6.5 مليون عماله ثابته، العماله المؤقته 562,000، بتكلم في 7 مليون. الحموله بتاعه دولاب العمل دي اللي يشيلها 2 مليون، طب في 5 زياده، ارفدهم؟ لا استطيع. بس لازم اشغلهم واكسب من وراهم، او ما اعمل ايه؟ افكر خارج الصندوق، ده ما اقدرش ارفده، بس لازم اشغله بلاش اقول كلمه. واحنا مش ممكن نبيع الصندوق الا لما نفكر جواه ده ونفكر خارجه يعني ونخلص، عشان انا تعبت من دخل الصندوق ده. لبس الصندوق، نبيع الصندوق اللي احنا بنفكر جواه. 22% من عدد موظفين الدوله اللي هي الاعمال المعاونه، المعاون والساعي وبتاع الاسانسير وبتاع النظافه والكلام من ده، مش كده؟ 22% نقول 20% من ال 7 مليون، بتتكلمي 1.4 مليون، 1.5 مليون. او معامل شركه بين القطاع العام والقطاع الخاص، مفيش حاجه اسمه معاون وساعي في الحكومه عندي. تدخلش الحكومه دورات الميه، ربنا ما يوريكي، الشبابيك ربنا ما يوريكي، النظافه ربنا ما يوري حد، مش كده؟ دولت يبقوا في شركه يتنقلوا بمخصصاتهم بكله موجودين. طب انا عاوز انظف الحكومه، نقول له اه لا، نعمل تعاقد بين الحكومه وبين الشركه، زي البنك الخاص ما بيعمل، شركه دي تبقى خدمات، تجيب لي ناس نظفوا هديك الفلوس، ما نظفوش الغي العقد معاك واروح لسليمان بيه، الغي العقد معاه واروح للاستاذ، يبقى انا ضمنت انهم يشتغلوا. عندي حضرتك 2.18% من عدد موظفين الدوله، سواقين وجراشات موجوده وقطع غيار موجوده وصيانه وبنعمل والليله دي، وعندي كم عربيه. من ضمن الحاجه مصر تمتلك 22 مليار جنيه مصري خردة موجودة داخل الحكومات اللي هي الرواكد الحكومية. يعني انا جان عندي عربيات نوع معين، بعت العربية والقطع الغير اللي انا جايبها مشموم عندي، يجي السواق داخل يقوم يقول له السلك يا باشا عطلانة والرداخ بيجيب مية واي كلام، لا انا فاهم ولا هو فاهم، بيع الليلة العربيات دي كلها للناس، شركة سواقين تبقى موجودة، انا اجر العربيات زي القنوات الخاصة ما بتعمل. يبقى هو مطالب يجيب لي العربية في الوقت ده، مدير الشركة مش هيقدر يقول له النبي تعالى وصل المدام، لان انا متفق ان انا اجي لك امشي 100 متر من الطريق الفلاني للعلاني، ولا غلط؟ بالعشرة قروش. هطلع براه 6 متر زياده تديني، الراجل هيدي من جيبه؟ مش هيرضى. يبقى كده خلاص انا مش عايز اوصل المدام. يبقى انت ادي مشاكل تقدر تحليها الصبحيه.